بسم الله. ربنا اغفرنا إلى حيث رضوانك، وزدنا من بركاتك، وأدخلنا في زيادة القرب منك، ومن علينا بزيادة محبتك يا سميع يا عليم يا من قلت. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، وأعتد أي هيأنا وأعتد للكافرين عذابا مهينا، عذاب شهينك اللي اليوم تدعي لكم عزيز. من أتينا يوم القيامة قال لك ربي يا كريم، هاي يوم قلت من بأبنائك ورماء، إيش بيك المذلة غارق فيها بدون حدود، إيش بيها الكرامة سلم فيها، ولا بالمناسبة اللي قاعدين يتحدثوا ويتقبلوا كل انسان. اليوم هو الانسان هذا هو الرحمن. هو الرحمن وانا الانسان. اعطوني كلش طربوا لي انا ذي عن هؤلاء الاوباش. اعطوني كلش اعطوني مش قاعدين تغرقوا. تدوا صار تغرق الاخرى. قدم خطوه كالفوق قال احنا ولينا في مرحله التقدم. فاذا بلحظه اخرى من مباشر بعد اللحظة اللي قلت فيها باطلا بالمباشر تأخروا آلاف على خطوات، فيزيد حالكم فضايح ويزيد حالكم ألما وضعفا وجهالة. أعطيني كيف تخرجوا من هذه الورطة وهذا المأزق الأنفاس، بما أنكم أنتم أعداء الله وأن دعيتم الإسلام. أعطيني على اسم الله ربي نزل عليكم هذه الآلام ودعوناكم كم من مرة كنا لكم اجتمعوا على الإيمان ويدعو الله أن يستجيب لكم في الحال، والسلام على أهل الإسلام. وبما فيكم من يدعون الإسلام فالإذاعات والعنكبوتيات والمحطات الفضائية قال لك مسلمين كما حزب النور وغيره، منين خلصتوا أمامكم ولا أنفسكم من بقى الورقة اللي أنتم ترزحون تحت ثقاليا وشناعاتيا وآلامها؟ نسأل الله السلامة.